كيفك. المطلوب انه يلمس الصمغ الموجودة على الظرف ده بلسانه. ما تخافش، مش هيأذيك. بعدها راح تخلص لي اجراءات اللجوء وتاخدني لبرا؟ اسمع خبر وفاته المحزن الاول، وبعدين هبتدي لك اجراءات اللجوء فورا. ريكاردو ده بيكذب. ده اذا كان اسمه ريكاردو اصلا. بس انا عملت له كمين وسالته على موظف بيشتغل في الجامعه اسمه باتريك. المهم ان باتريك ده كان كلمني وقال لي متخانق مع مراته وساب الشغل من 3 شهور. 3 شهور؟ يعني ريكاردو لو كان بيروح الجامعه فعلا وبيتردد على المكتبه كان عارف. واضح ان المعلومات اللي ادوها له عشان الكفر بتاعت المنحه قديمه شويتين. هو باتريك كان فعلا رجع لمراته من 6 شهور، بس بعد اخر خناقه خلاص طفش من الدنيا كلها. السؤال المهم بقى، ليه ريكاردو بيكذب؟ وبيكذب في ايه تاني غير ده؟ اكيد هشوفه تاني قبل ما يسافر. المره دي مش هتبقى صدفه، فهعرف حاجات اكتر. بتفتكري المره دي كانت صدفه فعلا؟ المهم هيبعت لك عنوان التدريب على رساله وانا هكلمك ابلغك بالميعاد. مدام ليلى؟ ايوه. اتفضلي. كلامها بيقول ان الولد ده وراه حاجه، كملوا مراقبته وهنتقابل في المكتب. الغيظ مش مخليه عارف ينام، مع انه بقاله 48 ساعة ما نامش. ولسه؟ الو، ايوه 20. اهدي بس عشان اعرف افهمك. اغمى عليها ازاي؟ اطلعي بيها على المستشفى وانا هاجي لكم. بعد اذنك يا فندم، انا لازم امشي. توكل على الله ما تقلقش. وبطمن. حاضر. يعني ايه يا دكتور عبد العزيز؟ حضرتك من اسبوعين قلت لي ان احنا ماشيين كويس وانها بتتحسن. النهارده تدخل في غيبوبه، هو ده التحسن؟ يا رفعت بيه، واضح ان هي تعرضت لانتكاسه شديده جدا. انتكاسه من ايه؟ اسمع يا رفعت بيه، احنا لازم نتعامل مع الموضوع ده بحرص شديد جدا، بحيث ان احنا نعديها من المرحله الحرجه، ولما صحتها تبقى كويسه هنبدا نطبق عليها برنامج العلاج الكيماوي بس مختلف شويه. كيماوي تاني؟ مختلف ازاي يعني؟ هنضطر نلجا لتركيبه اقوى، الاعراض الجانبيه بتاعتها احتمال تكون اصعب. وهو ده الحل اللي قدامنا. هي البنت بتروح مننا ولا ايه يا رفعت؟ عن اذنك يا رفعت بيه، انا عندي مرور وهرجع لك تاني. عن اذنك. قولي حاجة. قولي اني مش كده، قولي. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.